السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. اليوم يا اخوان فرجيكم اخطر كلب عندي ما بتعود على حدا. طبعا هذا الكلب عند اصحابه من نوع كتة امريكي، بس الكلب شطب لا ارسال ولا استقبال. طبعا هذا كلب الاكتة حاطينه احنا في جوا قفص ومربوط، زائد انه مربوط على اساس الكلب خطير جدا ما يفلتش، وزي ما قلت لكم ما بتعود ولا اي حدا بتاتا. خلص الكلب شطب، يعني انا اعطوني اياه الناس بدهمش اياه عشان ما حدا يكتب، فكانوا بدهم يكتبوه هو انا خليه. المشكله انه فارق بالقفص بدهم نطفوا عليه ومش قادرين. الكلب خطير جدا، بدنا طريقه نمسكه نطلعه نربطه ننظف القفص وبعدين نرجعه. راح نستعين طبعا في عصي الكلاب. نجيب إياه الكلاب وخليه يعضها وأحط أجرب أمسكها. أول شيء لازم نمسكه. من برا طبعاً نجرب. بس دي بدك تطلع. خليك صوت خليها. بس العصا شيء. اعطيني مجال ادخل العصا. ها
سامي شوي. افتح الباب، افتح افتح افتح. مد رجع السلك هذا، مد بالعصاية الثانية، مد 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 العصاية الثانية، اطلع السلك، اضرب السلك، اضرب السلك، اضرب، اضرب، رجع السلك، رجع السلك، هاي خلي خلي، مسحب مسحب، شد 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 بسرعة، شدات شدات ما شدت الشدات، ده ممتاز. أحط الثاني، لبس الثاني، أيوة لبس 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 لبس، كمان كمان كمان، يلا شد كمان، شد لتحت، شد شدها، اجبد اجبد، شد شد معه، شد اليد شد اليد، شد شدات كمان، ممتاز، يلا حكيت هاي. هذا الكلب زي ما قلت لكم قصة اخوان، عض ستة سبعة، كل واحد ياخده يعضه، عض اول شيء صاحبه، اخذ واحد رباه عضه، عض اربعة خمسة ستة سبعة بالضبط حسب ما قالوا لي، في له نزلت له قبل هالفترة وعطوني اياه في الاخر، مش حدا بده اياه. المهم الكلب من نوع اكيتا امريكي، كلاب الاكيتا هاي كثير بتضرب بتشطب، يعني معظم الاكيتا هذا النوع بشطب، بصير شرس، ببطل يعرف صاحبه، قصة. طبعا راح نرجعه مربوط، نخليه مربوط، وهاي الطريقة بنطلع فيها الكلاب اللي بتتعودش على حدا الشرسة، يعني كثير ناس كانوا يعطوني كلاب ما بتتعود على حدا، خطيرة جدا، يعني برنوا علي بيحكوا لي نتخلص منها ولا تاخذها، انا باخذها بربيها عندي، يعني بحب الكلاب اللي زي هاي. الان رشيناه كل شيء ودواء عشان البراغيث، وراح نرجعه على الغرفة بعد ما يخلصوا تنظيف.